خليك قدام باب السيارة بس تستناني انت. شو؟ لحظة شو؟ شو بدك؟ شو بدك؟ بدي أكل. بدك تاكلي؟ روحي كلي. لا الله العظيم بستغرب أنا هالولاد شلون أهليهم عيفون بالشوارع. منين أجيب لك أكل أنا شايفتيني أنا مطعم يعني؟ روحي موتشي روحي. إيه لك شو معرفني لو شو بكره هالشحادين أنا؟ شو؟ أما بس أعطيني ليرة عشان أشتري فيها أكل. نعم بسم الله نعم الوكيل. ما بتاكلي؟ شو هالنوع مش هذا؟ روح امشي روح روح. ايه لك شو معرفني انه شحاده؟ شو بكره الشحادين يا ابن الناس؟ والله يا زلمه. اما ايه الشغل اللي بيننا راح يصير كثير منيح. والجزدان والوراء والمصاري كله معي. ايه ليكو بين شو العمى لك انا كيف بالجزدان بدل زبالي. ليك بحكي معك شوي بس لعن اخت الحال بس ما يكون انسرق. ولي يا رب وين كبيته لازم يكون يا الله مو موجود. الله يلعن ابو الزباله. راح الوراء راح المصاري راح الشغل. وينه يا ربي وينه وينه يا الله. الله كان وقته الله كان وقته يا الله خرب بيتي. هلا شو بدنا نشتغل شو بدنا نسوي؟ راح المصاري راح الوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لك هلا انت روحي من هون هلا وقتك انت الثانية. جزداني شو عم يعمل معك؟ نعم الوراء محلن حتى المصاري مو مسروقين. انت وين لقيتي؟ انت كبيت هون وانت رحت. انا كنت عبصحلك انت ما عم خبيت عندي. عن جد يا بنتي لولاكي كان خرب بيتي هالوراء ويخرب بيتي. لولاكي انا كنت اتبهدلت. انا فعلا هذه القصه عملتك بوقاحه وانت ساعدتيني. طب انت ليش ما سرقتي المصاري؟ كان فيه مصاري كتير كان فيكي تاكلي فيه كل شي بدك اياه. ليه ما سرقتي؟ حرام وانا ما باكل مصاري حرام. الله يخليكي ويحميكي عن جد يا هيك ولاد الاصل يا بلا. والله انا واحد حقير فعلا. الغني غني النفس مو غني المال. عمو انت وين ابوك؟ ابوي مات. طيب وامك وين؟ امي بالبيت مرضاني. طب انتم منين تجيبوا مصاري بتاكلوا وتشربوا؟ نحن نشحن مشان اجيب لامي مصاري. في عندك اخوات ولا انت لحالك؟ انا لحالي. حسبي الله ونعم الوكيل. تعرفي من هون ورايح انا راح اكون ابوكي واخوكي وسند الك. هلا راح اخذك واعطيك اللي بدك اياه. شو ما بتتمني شو ما بدك اطلبي مني وانا راح ساعدك.
امشي معي لشوف شو بدك. خدي خدي كمان خدي كثير هاي كمان خدي. خدي هاي خدي هدول كلهم لك من هون رايح شو ما بدك قوليلي مو هاي موز كمان يلا تعي. لا لا يعني لا حبيتها لرفيقتك؟ ايه حبيتي؟ اسمعي يا بنتي من هون رايح ايش ما بلزمك بتخبريني هي اللي بشتريت لك هذا البيت بتروحي بتجي عليه محمود رفيقك وامك اللي بعطيكي مصاري بتعطيها لامك مشان تشتري لكم فيه اكل ماشي؟ وانت شو ما بلزمك بتجي لعندي شو ما بصير معكم بتجي لعندي ما تخجلي هو هل بدك تروح على البيت ولا تضلي هون تلعبي مع محمود؟ لا معناتها هلا بتلعبي انت محمود وانا بالليل بس خلصت لعب بجي باخذك على البيت بواسطك ماشي؟ يلا قوموا العبوا انتوا خذوا راحتكم روحوا العبوا جوا الغرفة يلا. فعلا لولا هالبنت والله ما بعرف شو كان صار فيني لو كانت حرامية أو بتحب المصاري ده كانت بهدلتني والله هاي دينا برقبة اليوم الدين حسبي الله نعم. Thank you.